بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم بعنوان Types of Direct Retainer. مثل ما أخذته قبل نص السنة الريتينر تعريفه شنو هو وأنواعه اللي هي Direct and Indirect بشكل مختصر، وعرفت أنه لازم Direct Retainer شنو تتوفر بشروط حتى يعني يساعد البروسيسز انه تقعد بمكانها. طبعا عندنا احنا two type of retainer، الدايركت retainer اللي هو موضوعنا اليوم، والindirect retainer بالمحاضرة ان شاء الله الجاية. بشكل مختصر الدايركت retainer ممكن انه انقسم الى نوعين، الاكسترا كورونال والانترا كورونال. طبعا الاكسترا كورونال اللي يضمن الكلاس ويضمن الاتاتشمنت، والانترا كورونال ايضا عندنا بريسيشن اتاتشمنت وسيمي بريسيشن. هاي ريفرشمنت للمعلومات انه نعرف شنو هو الدايركت ريتينر. طبعا الدايركت ريتينر هو البارت مال بروسيسز فريم ورك بروسيسز اللي تقعد على الاباتمنت توث. يعني عندي اني كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4، وين موجود الابتمنت توث اني الدايركت ريتينر اخلي حتى شنو ينطيني فد نوع من الريزيستنس وبقي البروسيسز مكانها. فممكن نعرف الدايركت ريتينر هو الكومبوننت اوف ذا ريموفابل بارشال دنتشر ذات انجيج ابتمنت اند ريزيست ديسلوجينج فورسز اس سامبل. هذا الاكسترا كورونال، من احنا نيجي نقسم نقول اكسترا كورونال والانترا كورونال. يعني عندك انت الاباتمنت توث، الاكسترا كورونال اللي شكو هو اجزاء واقعة خارج على الكراون، يعني تكون على الكراون، بينما الانترا كورونال تكون داخل التوث نفسه. بس هم نيجي نتعرف على هذا النوع. الكلاس طبعا الدايركت ريتينر في حالة انه عندي اني تايب هو الكلاس، كلاس بين يجي بس ذراع واحدة أو ذراعين اللي هي ريتينتيف آرم والريسيبروكال آرم، مثل ما تعرفون يسموه الكلاس أزامبلي اللي هو يتكون من الريسيبروكال والريتينتيف آرم ويا الريست مثل ما واضح بالصورة. الريست لازم، وهذا البادي اللي هو البروكسيمال بليت اللي جوينت وذ ماينر كونكتر. فهاي هذا الجزء كله هو يعني كمختصر يقولون عليه كلاس، بس كل كلاس لازم تتوفر به هاي الأجزاء. ما ممكن إنه يكون دايركت ريتينر وأنت اختاريت نوع للكلاس يعني الأجزاء مثلا تفصلها، لا كل الأجزاء تكون لازم موجودة. طبعا تعرفون أنتو قبل نص السنة ما أخذيها إنه هو الريسيبروكال آرم والريتينتيف آرم شنو الفائدة من عدها، والريست كل هاي شنو الفانكشن من عدها. زين، عندي الكلاسب ان جنرال هذا تعودت الشكل الكلاسب اللي هو يكون بهالشكل، هذا يسموه كلوزلي ابروشينج كلاسب. هذا طبعا يجي هنا من اباف ذا اندر كات، وهذا الماينر كونكتر، ويجي يقعد وين؟ يقعد بالاندر كات اريا، فهو يعني يكون يسموه كلوزلي ابروشينج. وأكو كلاسب آخر نوعية أخرى من هسه نتعرف عليها اللي هي تجي من جنجيفال دايركشن، يعني تجي تقعد بالأندركات أيري. إذا عندنا إحنا تو تايب أوف كلاسب اللي هو جنجيفالي أبروتشينج اللي مثل ما هاي السهم، وهنا الكلوزالي أبروتشينج. التايب الأول اللي هو الاكلوزالي ابروتشينج أيضا يسموه سوبرا بولج كلاسب، سوبرا بولج كلاسب اللي هو أيضا إلى تسميات أخرى، هواية تسميات بس أنتوا يعني لازم تعرفون أنه هو هذا اللي تعودنا عليه. الكلاسب اللي هو دائما originates above the height of the contour، يجي هنا من الاكلوزال سيرفيس ويجي يقعد بالأندركات أريا، فهذا يسموه سوبرا بولج أو كلوزالي أبروتشينج. التايب الثاني هذا مثل ما تشوفون هذا هو الجنجايفالي، شوف هذا هو كلاسب،
هذا يعتبر كلاس. فهمين هنا اكو ريست واكو ماينر كونكتر، زين. بس هذا الدايركشن مالته منين جاي؟ جاي اتجاه الجنجاي فالي، يصعد يصعد ويقعد بالاندركات، فيسموه انفرا بولج او روش كلاسب، وانواع طبعا انواع واشكال هسه نجي نتعرف عليها. السوبرا بولج كلاسب بعدة انواع، هاي الانواع عندكم 7، يعني هي اكو اكثر يعني اكثر من هاي الانواع، بس هذا يعني كمختصر. عندك التايب الاول يسموه سيركمفرنشيال او الاكرز كلاسب، اللي هو هذا تعودتوا على شكله، اللي الريسبروكال والريتينتيف والريست والماينر كونكتر. هذا طبعا يستخدموه ان اول ذا كلاسيفيكيشن، كلاس 1 كلاس 2 3 و4، ويكون هذا مور سمبل ويعني عملي كلش بالاستخدام. هاي صورة أخرى، هاي صورة أخرى للأكرز أو اللي هو يسموه simple circulate clasp. عدة تسميات طلاب، حاولوا إنه التسميات تحفظوها. عندكم الكلاسب الثاني، هي طبعا كبيسك هو كله نفسه، بس أكو أنواع شنو مثلا الريتينتيف. بس مثلا هذا هاف اند هاف كلاسب، شوف هنا عندك الريتينتيف ارم جايه منا والريسبروكال ارم جايه منا، يعني كل قطعتين كانه قطعتين صايره الكلاسب، وطبعا بي تو ريست مثل ما تشوفون. هذا يسموه هاف اند هاف كلاسب، كانه مقسوم بالنص الكلاسب، وكل واحد جاي من اتجاه. ها طبعا يستخدموا من بالمولار بريمولار اريا يستخدم هذا الكلاسب. عندك الكلاسب الاخر اللي دشوفه هسه بالصورة، هذا يسموه الفيش هوك او الهير بين كلاسب، شوفه كأنه يعني بي بروجيكشن هنا، هذا البروجيكشن، فلهذا يسموه الفيش هوك. هذا البروجيكشن هذا يقول لك يعني انه الفلكسيبوليتي مالته كلش قليلة، باعتبار لانه حيصير بلكي فقليل الاستخدام، بس هو همين يعتبر نوع. عندك النوع الرابع هو الريفيرس سيركوليت كلاسب، هاي مثل ما تشوفون احنا دائما من عندي اني هنا اباتمنت توث وعندي ايدنشلاس اريا في هاي الصورة، دائما احنا الكلاسب بيجي شنو وين؟ يقعد بالبروكسيمال اريا، وهنا الريس والذراع الريسبروكال والريتينتيف. هذا لا جاي بالعكس زي ما تشوفون، بالعكس مفتر منه، فهذا يسموه ريفرس سيركولت كلاسب. هذا يستخدموه بكلاس 1 كلاس 2، يعني من عندي كلش ديب تيشو اندركات، زين. فاني ما اقدر استخدم غير نوعيه او الانفرانجنجايفال او انفرابولش كلاسب، فاستخدم هذا التايب. التايب الخامس واللي هو الامبريجر كلاسب، امبريجر كلاسب طبعا هذا الامبريجر حاولوا تركزون وتفتهمون عليه. الامبريجر مثل ما تشوفون هاي بالصورة هنا، عندي هذه مثلا هيك كيس ايدنشلاس اريا تكون مثلا كلاس 3 without مود، زين. فانت البروسيسز مالتك لازم تمدها يعني يصير بايلاترالي، ماكو بروسيسز تكون يونيلاترالي على قد الايدنشلاس اريا، فتكون بايلاترالي. وبالتالي اني راح اختار هذا التايب اوف كلاسب اللي يقعد على منطقة الدنشلاس. شوف هنا هاي الامبريجر، امبريجر طبعا حيكون تو كلاسب يصير يقعد على سنين، والريست تكون متجاورة ايضا على السنين. هذا حاولوا انه تركزون عليه مهم. المولارز طبعا بريمولارز، ممكن between two molars and two او two premolars يعني على البوستيريور تيث. هاي صورة أخرى للإمبريجر كلاسب اللي هو لازم يعني نعرف وين نستخدمه. عندك هاي إيدنشلاس أريا هاي الكاست، عندك السايد الثاني، فأنت راح تمدها للبروسيسز مفروض بالسايد الثاني، فتخلي هذا التايب أوف كلاسب. عندك الرينج كلاسب، رينج كلاسب من اسمه رينج يعني حلقة، مثل ما تشوف بي تو ريست، تو ريست ويفتر حلقة كاملة
انجيج توث، هاي شو وقت نستخدمه اكثر شيء من عندي لونج ادنتشلس اريا، وهذا التوث مثلا بالنهايه الباقي مثلا 7 او 8، واريد اخلي عليه الكلاس بس شويه بيمي جيلي تيلتينج لانه اكو ادنتشلس بالاريا وورا فتره طبعا يصير تيلتينج. فالسوتابل تايب اوف ذس كيس هو الرينج كلاس حتى يحضن التوث وما يصير اكو اني موفمنت بالبروسيسز. هاي خلصنا الانواع اللي هي سوبرا بولج. سوبرا بولج الانفرا بولج او جنجاي فالي ابروتشينج مثل ما شوفتكم قبل شويه، هاي صوره همين اخرى كلش سمبل. من متكون؟ متكون من هاي ريتينتيف تيب اللي تقعد بالاندر كات اريا وتتصل بالابروتشينج ارم، هذا الكومبوننت مالته. هاي شو كنت نستخدمها في حالة عندي أندركات كلش صغيرة وموجودة تكون سيرفايكالي، من عندي مثلا أستاتيك مثلا يعني هو التوث أنتيريار أو قريب من السمايلينج يبين، فحتى ذاك النوع من الكلاس اللي هو الأكرز أو السيركمفرنشيال يكون يبين من يضحك البيشنت يبين، فهذا يكون مور أستاتيك. هاي الابروتشينج ارم هي هاي الابروتشينج ارم اللي هي تمتد من الريكورد بيس من الماينر كونكتر، او هي اصلا ماينر كونكتر ممتده، هاي طبعا هنا دنشر بيس، هاي تمتد منها جنجاي فالي وتصعد، فهذا الجزء هذا يسموه الابروتشينج ارم. زين الريتينتيف تيرمينال اللي هو الجزء اللي حيقعد على التوث تيب يعني تيب اوف ذا كلاس. هذه صورتين بين لك صورة انفرابولج، هذه الانفرابولج او يسموه البار اي بار، هو المشهور اكثر شيء الاي بار، واكو اشكال تي بار اي بار واي بار، بس الاي بار هذا اشهر شيء والمستخدم. يعني عندك شوف هاي صورتين، هذه العادي التايب العادي اللي هو السوبرابولج، وهذا التايب اللي هو الانفرابولج. وشوفوا يا اثنيناتها وين تقعد التب مالتها، تقعد اكيد بال الهايت اوف كونتور كمنطقة حتى نحصل جود ريتينشن. هاي صورة اخرى امين تبين التو تايب، صورة اخرى ايضا هاي صورة هذه لا هاي هنا الاي بار، وهاي صور لك الاي بار من هاي من الصفحة يعني كلوزالي، شوف انه عندك الريست وعندك ماينر كونكتر بس البار وين جاي ممتد من الماينر كونكتر ويقعد على التوث سيرفيس. فهاي الصورتين بس هي يعني الجزء واحد. والانديكيشن قلنا الانديكيشن من عندي كلاس 1 كلاس 2 استاتيك كونسيدريشن، من عندي اندركات صغيره وسيرفايكالي، هاي كلها نستخدمها. والادفانتج مالته اكيد انه يكون more flexible، أكثر يعني less chance of accidental distortion، يكون يعني بهواية شغلات advantage. عندك هذا هو همين مو الاي بار، هذا شفناه، هذا تي بار تي كلاسب همين كشكل، هذا الواي الواي، هذا الاي بار الاي بار. هسا يمر عليكم بالمحاضرة RPI system، شنو ال RPI system؟ هذا يعني بعدين ناخذ شوية بالتفصيل، هذا يفيدكم حتى من يعني ترسمون ديزاينات. ال RPI system هذا دائما class 1 and class 2 direct retainer نستخدمه. ال R هي شنو؟ rest، بس ال rest هاي تكون لازم ميجيالي يخلوها، يعني عندك انت abutment teeth، يعني مثلا نقول الكيس مالتنا class 1 ال abutment teeth، مكان ما انت راح تخلي distal rest راح تخلي ميجال ريست حتى تقلل اللود على الابوتمنت. البروكسيمال بليت اللي هي البي، والاي هي الاي بار، والاي بار هنا نستخدمه حتى يعني يكون فور استاتيك. هذا في النظام يقول لك متى ما عندك ابوتمنت وكلاس 1 او كلاس 2 ورا ايدنشلس اريا يكون ذا مور سوتابل ديزاين هو الار بي اي سيستم. وهذا تعنينا الاختصارات، وهاي هم يركزوا عليها مهمة. هاي شوف يبين لك يعني شون أستاتيكلي يعني
more aesthetic الاستخدام البار او الاي بار. هاي خلصنا الانفرا بلج، يعني خلصنا هسه السوبرا بلج والانفرا بلج اللي هي تايب اوف ذا كلاسب اللي هي الاكسترا كورونال. نجي على الاتاتشمنت. الاتاتشمنت هي طبعا تتضمن انترا كورونال والاكسترا كورونال. شنو اتاتشمنت؟ اتاتشمنت هي من اسمها يعني هو دايركت ريتينر اكيد، يكون كونكتر يتكون من جزئين، جزء حيكون موجود على التوث وجزء حيكون متصل بالبروسيسز مالتنا. يعني جزئين الاتاتشمنت يتكون من جزئين، جزء الابتمنت وجزء بالبروسيسز. فإلى تسميات هواي يسموا باتريكس اند ماتريكس، يعني جزئين كي اند كي واي باعتبار قفل ومفتاح. يعني القفل والمفتاح من تجي بروسيسز تقعد وعندك انت الجزء اللي هو يدخل بيها وين موجود على التوث، ميل فيميل يسموها تسميات هواية. زين عندي هذا الاتاشمنت طبعا نوعين، انترا كورونال واكسترا كورونال. فالاكسترا كورونال قلنا لكم انه اوتسايد ذا توث او الكراون، هذا الانترا كورونال انسايد. شوفوا الصورة كلش واضحة، جزئين هو يتكون، هذا جزء على التوث والجزء الاخر يكون على بالبروسيسز. هذا أهمين صورة أخرى انترا كورونال اتاشمنت. شوف طلاب شوفوا هذه، هذا الابتمنت وهذا الجزء مالتنا اللي هو حتقعد به، الجزء الآخر اللي هو راح يتعشق به وين صاير، صاير بالبروسيسز مالتنا. طبعا قليل هذا استخدامه، كلش قليل، يعني برا يستخدموه، هنا بالعراق يعني ما أصور أكو أحد مستخدمه إلا ما ندر. شوف هذا، هذا جايب لك ال هو الباتريكس والماتريكس كي اند كي واي، هو اللي هو هذا جزئين يكون قطعتين، قطعة على التوث وقطعة بالبروسيسز. هاي صورة أخرى يبين لك هذه جزء اللي يكون على الأباتمنت. شوف هنا ملبسة البروسيسز، هذه الكراون وهاي البروسيسز. فتيجي هذا الجزء اللي هو موجود بالبروسيسز وين يقعد؟ يقعد انسايد. هذا طبعا الانترا كورونال لأن يكون داخل التوث مو بروجكشن خارج التوث. هذه هم صورة أخرى البروسيسز، هاي مقعدها inside the patient mouth وداخل الكي and keyway. هاي صورة أخرى كلش واضحة، هذه صورة، هذه هاي شنو الكراون سواله preparation ولبسه، يعني الكراون سواله preparation ولبسه full metal. بس شنو سوى بها اللي هي الانترا كورونال؟ شوف هذا الجزء شون، هذا لبس الكراون خلى بي جزء اللي هو راح تجي البروسيسز اللي هي الريموفابل تقعد به. بالتالي اني عندي انترا كورونال اتاتشمنت. هاي صورة اخرى همين تبين لك الانواع. دائما هو من يستخدم الاتاتشمنت انترا كورونال اند اكسترا كورونال يحاول يسوي للتوث الابتمنت كراون ويحدد شنو التايب اللي يريد يستخدمه، يعني حتى حماية للتوث. هذا شوف جسر برج مسوي برج كامل وبي بروجكشن، شوف البروجكشن هاي اللي هي الاكسترا كورونال. هاي الصور ان شاء الله واضحة. طبعا هو هذا تكنيك كلش صعب، بي ادفانتج وديس ادفانتج. يعني الادفانتج انه كلش يكون استاتيكالي كلش جود، بس شنو الديس ادفانتج البي؟ انه يحتاج بروفيشنال من ناحية الدنتست ومن ناحية اللاب وورك، يحتاج سبيشال اكويبمنت، يحتاج كوست تكون كلش عالية مو كل بيشنت يتقبله، يعني يكون التكنيك مالته كومبلكس شوية. وشكرا جزيلا.